كابتن حسين، قبل ما اسالك على كل ما يحدث في فريق كره اليد في نادي الزمالك، انا بفهم شغلانه محلل الاداء في فريق كره القدم، بفهم بيعمل ايه وتفاصيلها. شغلانه محلل الاداء في فريق كره اليد هي شبهها ولا مختلفه عنها؟ هو المبادئ واحده، بس بتختلف بقى من حتى من شخص لشخص، مش من نادي لنادي، من شخص لشخص. يعني مثلا طلبات حضرتك غير طلبات حازم المدربين يعني. بالظبط. فانا بشتغل مع المدرب، بشتغل مع مدرب الاجوان، بشتغل مع اللعيبه لعيب لعيب. كل لعيب بيبقى عايز ده يدخل الماتش جاهز، عارف اللي قدامه بيعمل ايه. انا هعرف اعدي من اللي قدام ازاي، ولما اوصل للجون الجون ده ستايله عامل ازاي، ايه افضل حتت اصوب فيها، او ايه اسهل الطرق ان انا اجيب بيها جوان. بتشتغل بقى على كذا حاجه، فيديوهات، احصائيات. المعد البدني يطلب منك مثلا الريد بتاع اللعيب، مثلا سي اول 10 دقائق انت تمام، تاني 10 دقائق مش تمام، صح، اخر 10 دقائق تمام. فانت في عندك مشكله في نص، يعني نص الشوط، فبكلمه اقول له في مشكله عندي مثلا حازم او سين من الناس في تاني 10 دقايق. فهو يبتدي يلاحظ بقى اداؤه في ايه، ويشتغل على اللي هو يفضل التوب فورم بتاعته. من امتى احنا بنشتغل بفكره محلل الاداء دي في الاجهزه الفنيه في مصر، او تحديدا نادي الزمالك؟ هو اول حد ابتدى منتخب مصر، منتخب مصر مع المهندس محمد امام. بعد كده دخل محمد سليمان مع النادي الاهلي، وبعد كده مع الناشئين المنتخب. بعد كده بقى ابتدينا الزمالك، وبدا الموضوع ده بقى مهم. بقى لي مثلا 5 سنين. يعني موضوع اصلا ما بقاش شكلي او ما بقاش اضافه. لا وخلاص، الموضوع مهم. ده هو ده يعني انت وانت بتحكي لي كده، انا بفهمها في الكوره ان هي حتى في الكوره مش كتير قوي بيستخدموها يعني في مصر، بس هي بقت ضروريه، انه ما حد مش تعرف تقرا المنافس الا بمحلل الاداء. بالظبط. لا وكمان اللي بيزود عندنا في الزمالك او في مصر عموما فكره اللي انت عندك مدربين اجانب. لا هو اصلا قبل ما يبقى مدرب هو كان شغال محلل. يعني مثلا تحليل بره مثلا من 2004 موجود محلل مع الجهاز. احنا الكلام ده في مصر بقى لنا مثلا 6-7 سنين بس. صحيح. فانت يعني مثلا ماتيو جارالدا اللي كان ماسك معانا في اول السنه، لا هو اضاف لي حاجات، يعني زود لي حته تشريح، يعني تشريح اللاعب رجله لو كده فهو غصب عنه هيشوط في الحته دي، عكس ما كنا شغالين قبل كده. ضاف لك انت جدا.